كابتن جمال على الجانب الاخر فاركو مع نونو الميدا بقى من الفرق الرزله جدا لاي فرقه بمعنى الكوره او بكلام الكوره، يعني فرقه صعبه يعني ما تعرفش تكسبها بسهوله. انت شايف ان هو بالاستراتيجي دي بالشكل ده يقدر يوصل لمكانه مميزه في بطوله الدوري ولا هيظل في منتصف الجدول؟ لا هيظل في منتصف الجدول لان هو لعبه يعني معلش عشان صوتي رايح بس من امبارح لعبه اكتر تجاري يعني مش للمتعه، يعني هو محافظ على النقطه اللي معايا، محافظ على الصفر بس. قدرت ان انا احرز هدف واخد الثلاث نقط، ما قدرتش يبقى انا بحافظ على النقطه واللي معايا، يعني ما فيش اي مغامره، ما فيش اي مجازفه في النواحي الهجوميه، لا بالعكس كل اللعيبه بتدافع بصرامه شديده جدا، وده ممكن يكون استراتيجيته هو الشخصيه، يعني هو شايف ان ده الامكانيات اللي معاه او اللعيبه الادوات المتاحه موجوده معاه دلوقتي ما تقدرش ان هي تعمل مجازفه هجوميه مثلا او يبقى في مغامرات هجوميه، لانه بيلعب كده قدام الفرق كلها. أيوه. يعني مش مثلا مع الفرق الاقوى منه بيلعب كده والفرق الاضعف منه بيغير الطريقه، لا هو بيلعب كده في كل حاجه بالظبط كده. فانت لو بتتكلم على المباريات كلها هتلاقيها تعادل، انت متعادل كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 ست تعادلات في اخر 7 8 ماتشات، وخسران ماتش وكسبان ماتش. فانا شايف ان هو لغايه دلوقتي في وضع جيد في الجدول، ما عندوش مشكله، المركز التاسع عنده 32 نقطة، فمش شايف ان عنده مشكلة او ازمة. انما كمتعة بقى بالنسبة لنا او ان احنا بنتفرج، لا طبعا كرة بالنسبة لنا مملة جدا.